بالنسبة لواقعة جريمة القتل اللي هي حصلت منشية الزهراء، الجيران سمعوا صوت ان في زعيق وفي تخبيط وفي كده، فلقوا في واحد راجل كبير بيجري في الشارع وابنه بيجري وراه بالسكينة. بيقول الحقوا ناس، الواد ابني قتل امه، ابني قتل امه. والولد قال له انا هموتك وموتهم كلهم. وقام جاي داخل على مخزن بتاع كوتشيات في مصنع، وقام قلب لهم اللابتوب وتهجم على الناس، وكان في حالة هستيرية جدا جدا جدا. فطبعا الناس جرت تشوف والدته في الشقة، لقوها مخنوقة وميتة ومرمية في الأرض، والولد قاعد يهيج في الناس. وقام جاي قاعد على الأرض وقال أنا هقتلهم، أنا هقتل كلهم، أنا هقتل. وقعد يخبط بكلام جارح شوية، انه يعني ان هو كان في حاله هستيريه جدا. فجم عمال في مصنع كوتشات قدامه جروا وراه، وقاموا جايين ماسكينه وقاموا موثقينه بالحبال وطرحوه ارضا على الارض. وبعد كده قعد يهلوس في الكلام، فانا رحت له بقول له انت قتلت امك ليه، انت قتلت امك ليه؟ يقول لي امي مش امي، وقعد يخبط في الكلام. فبعديها قمت جاي متصل بزميل ليا في قسم مركز المحله الكبرى، استجاب على طول. وفي خلال 5 دقايق او 7 دقايق لقيت رجال المباحث متواجدين كلهم على راسهم الحكمدار ورئيس المباحث والضباط والمعاونين، وجم عينوا الواقعه وكده، مع ان الكل يشهد ان والده راجل دكتور مهندس، ووالدته المتوفيه الله رحمه الله عليها مدرسه اولى انجليش، ولي اخت محاميه، وعيله ميسره الحال، وهو لا يتعاطى اي من المخدرات او السجاير او حاجه، وهو من البيت للمسجد والمسجد للبيت زي ما بيقولوا، متدين. بس بتجيله حاله نفسيه كده بلا شعور بيفعل بها اشياء. فاحنا كان اللغز ده غامض جدا جدا، ايه السبب او السؤال المطروح ان ليه قتل والدته؟ انا مستجوبه قاعد يخبط في الكلام ويشتم ويعيب في الناس وكده. ما تقولش ان دي سلوك دكتور، والله يرحم الجميع، وهي عيلة ميسورة الحال وكل حاجة.